امرأة بتجمع بين الذكاء الحاد، سرعة البديعة وشغف للأرقام. باختصار هي شخصية مثيرة وعندها كاريزما قاسرة. هيدي كلها صفات طبعت نيمة أبو ورد لتعمل منها امرأة حديدية. أنا والدتي من ليفربول، أهلها من إيرلندا، والدي من فلسطين، والتقوا بالكويت، تخيلي. طيب بس ما كنت احكي ولا كلمه عربي، لانه انخلقت بانجلترا، رحنا على نيجيريا، رجعنا على انجلترا، صفينا بالكويت لانه بابا قال انه لا، لازم اولادي يتعلموا عربي، فحطوني بمدرسه حكومه، ما كنت احكي ولا كلمه. كل العالم يمرقوا، او انت امك انجليزيه، وانا واقف بحصه الدين لانه بيقولوا اسم كلمه نعمه، وانا فكر انه عم ينادوني اسمي، وهم ما عم ينادوا اسمي. اوكي، ما في شيء اسمه حظ مطلق بالنسبة لي. الحظ بيجي نتيجة شغل، مثابرة، إن الواحد يفعل ويعمل. يعني حتى الواحد نوع شغله ما بتكفي النية، بس الفعل هو أساس كل شيء. أعتقد إنه تأثيري أنا بالدرجة الأولى هو كعربية، لأنه زملائي كلهم إنجليز، فنظرتي للأمور رح تختلف شوي. يمكن رح أعرف أمور أكثر بالنسبة لشغلات معينة منهم، بعرف تاريخ الأمور يمكن بشكل أفضل، لأنه عادة المشكلة بالأخبار إنه هي أخبار آنية، بالتالي الواحد دائما رد فعله بيكون إنه هلا شو صار، شو يعني، ليش، إلى آخره. لكن إحنا خاصة العرب عنا تاريخ، وفي شيء بيترتب على شيء. لما واحد بيجي من برا، من بريطانيا أو من وين مكان، رح مرات ياخذ الأمور بغير ما هي فعلا، لأنه رح يكون عم يطلع عليها بشكل آني بحت. بتعرف إنه في مفارقة عجيبة، يمكن الإمرأة خاصة في الإعلام العربي بيقولوا إنه فرصها أكبر، لأنه بدنا الشكل وبدنا يعني شو ما كان. بس المشكلة بسبب طبيعة الشغل بالإعلام، يمكن فرص الإمرأة أقل إنها تتواصل، تتثابر وتبقى مع هالمجال على المدى البعيد. ليه؟ إذا عندك أولاد بدك تصيري تختاري حتى مثلاً شكلك أو مرحلة حياتك أو عمرك. يعني في كتير مقاييس ومعايير تفرض على الإمرأة باختلاف جذري عن الرجل. بنهاية الأمر أنا بالنسبة لي شخصياً في لي آرائي الشخصية، وفي رسالة، وفي معلومات بحب إنه دائماً وصلها للجمهور أو للآخر. أنا بالنسبة لي شخصياً في أولويات مختلفة، وفي عبارة بحب أقولها إنه في الأهم فالمهم، والأهم بالنسبة لي هلأ تغير. كتير مهم عندي إنه يكون عندي شغلي، نعم، يكون عندي وقت مع ابني، نعم. كل ما بكبر كل ما صار عندي عم انتبه على شغلات. يعني مثلا أنا بالنسبة لي بحب الألوان، can you tell؟ فيك تشوفي إنه أنا بحب الألوان، أوكي؟ سو كتير مهم بالنسبة لي، خاصة بشغلي، لأنه شغلي بيتطلب إنه يكون على الشاشة، إنه يكون على المسرح مثلا، إنه يكون قدام مئات الأشخاص في منتدى. ودائما شوفي انت لابسه لون بجنن كثير، اوكي؟ كثير مهم الواحد يكون عنده شيء يجذب النظر. قبل كان عندي شنطتين، شنطه كان عندي كل شيء اثنين، ميك اب بالشنطه، شنطه السفر، ميك اب بحقيقتي انا الشخصيه. كل ما بكبر كل ما بنتبه إنه أنا وغيري من النساء، على فكرة إنه عم بسأل، أنا عم بنبطل نهتم كتير بإنه نتقيد بمقاييس ومعايير الغير. يعني خزانتي مليانة بنطلون وجاكيت، سوت أنسامبل، بطلت أشتري هيك شيء، صرت أشتري فساتين، قمصان، مش مو فيمنين كتير فيها، يعني الحس الأنثوي أكثر، لأنه بطلت أنا في صراع أو سباق مع الرجل بنهاية الأمر. عرفتي كيف؟ أنا عم بعمل شيء اللي يرضيني أنا، ومش بس هيك، إنه أنا أنثى، ما في مشكلة، في مشكلة؟ أبداً أبداً، بالضبط.